هنرجع لموضوع ماركو فيتشينز. ماركو فيتشينز بتتعامل مع احداث حاضرة في حدث ما حاضر وتعمل لك بريدكشن ان شاء الله اللي جاي بقى ايه، طبعا بقياسات وتوقعات خلاص تم دراستها وحسين انها توافق الواقع. فمن خلال هذه الدراسات وهذه الارقام وهذه القياسات بنتوقع في الحاضر ده مفروض بعد شهر يبقى شكله ايه، بعد شهرين يخد شكله ايه. الطبيعي ان الستيت او الحالة اللي احنا فيها بدأ فيها نوع من عدم الاستقرار. يعني مثلا في انتشار وباء مثلا تلاقي ايه بيبدأ كده قرية مدينة واخد اقليم، خلص الدولة يخش على الدولة اللي بعدها وهكذا. او في نهاية الوباء بعد ما مس القارة يبدأ ايه في دولة يختفي منها خالص، دولة تانية وهكذا لغاية ما يستقر ما فيش حاجة. يبقى اما الاستقرار وانا رايح بزيادة او الاستقرار وانا بعمل دامبنج نقصان. فالماركو فيتشين بتقول لك طبعا لدراسات معينة الحال اللي احنا موجودين فيها وليس الماضي، نتكلم عن الحاضر. الحال الموجودين فيها دي مفروض تبقى بعد فترة زمنية شكلها ايه، وليها ميزة ان ممكن تقول لك وحالة الاستقرار شكلها ايه. يعني مثلا لو كان في دراسات جادة في ارتفاع الاسعار مثلا كده، يعمل دراسات ارتفاع البطاطس، مفروض ايه السبب انها في خلال شهرين ثلاثة ارتفعت بهذه الصورة. من خلال الدراسات يقول لك مفروض كمان لغاية رمضان هيحصل كذا، او عند رمضان هيستقر الوضع، او لا ده احنا خلال هنفضل خلال السنة الوضع بهذه الصورة وبعد السنة دي هيبقى في حالة استقرار. هو بيقدر يعرف ازاي حالة استقرار؟ عاوزين نشوفها النهاردة. ايه الدراسات اللي بتجرى على الحالات اللي عندنا دي اللي هي ما يسمى البروبابيليتيز اللي احنا شفناها من شويه في المحاضره السابقه، بما بيديني ما يسمى ستوكاستيك ماتريكس او بنسميها ترانزيشن ماتريكس، مصفوفه الانتقال. ليه ترانزيشن؟ لا بتوريك من حاله لحاله اخرى هيحصل ايه، عشان كده بيسموه ترانزيشن انتقال. فإحنا في الساعة دي كان الوباء شكله إيه؟ طب بعد أسبوع الوباء شكله إيه؟ بعد أسبوعين شكله إيه؟ يبقى عامل ترانزيشن بأسبوع ثم أسبوع تاني ثم أسبوع تالت وهكذا. هل يا ترى الوضع يفضل كده متفاقم؟ لا طبعا، سنة الحياة ما تقولش كده، لازم يحصل في حالة استقرار في وضع من الأوقات. لازم يما استقرار بانهيار يما استقرار بنمو، شيء طبيعي. فإحنا عاوزين نعرف في تبع لكيس معينه شكل استقرار ايه. فاحنا تعرضنا قبل كده لمساله بتاعت كان عندي مدرسه فيها 300 طالب وبدا في يتفشى فيها مرض معين او فيروس معين، عملنا حجر صحي، وفي ساعه ما عملنا الحجر الصحي كان عندنا انيشال ستيت. خلي بالك والله قسنا من الساعه 12 الظهر يبقى خلاص دي الصفر بتاعنا، قسنا 12 بالليل ده الصفر بتاعنا، يبقى نيشال ستيت مقصود بيها لما بدأنا نعمل الدراسة بتاعتنا. فهو بقى لما عمل بقى الحجر الصحي قال لك انا عندي 300 طالب منهم 150 سليم ومنهم 150 مريض. يبقى في هذه الحالة الانيشال ستيت بتاعتنا ولتكن ان نوت عبارة عن 150 شخص سليم و150 شخص مصاب، دي البداية. شيء طبيعي انا عندي سليم اللي احنا قلناه قبل كده ايه ده هيومن، وعندي الشخص المصاب قلنا عليه الزومبي. فقال لك ان عشان الشخص السليم ده يحصل له اصابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخي الفاضل؟ اهلا بك يا حبيبي. فضل من الله ونعمك. فضل من الله. نعم. 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 طيب. لازم حضرتك امتى؟ انا عندي بكرة هل حضرتك موجود بكرة؟ طيب. لا يبقى اجل حضرتك الحد ان شاء الله. زي ما انا بخلص الحد هنا الساعة 2:30. طيب. اجلك بس حضرتك ساعة في الطريق يعني 3:30 مناسب؟ طيب يا حبيبي شكرا جزيلا. الف شكرا على اهتمامك. تسلم يا حبيبي. جزاك الله كل خير. الف الف شكرا يا حبيبي. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاحتمال توقع ان يتحول سليم لمصاب 2/10 او يقول عليه 20% او يقول لك 5 كله ايه نفس الحاجة. من شوية كنت عملتك الماتريكس فيها حاجات من 100 حاجات من 10 او يعتبر عمله كسر اعتيادي نص 3/5 وهكذا. عندي 2/10 يبقى شيء طبيعي ان اللي يفضل السليم يبقى كام؟ 8/10. وان الكان مصاب ده يشفى بفضل الله تعالى 1/10. يبقى يظل مصاب كام؟ 9/10. ده بنسميه ترانزيشن دايجرام. خلاص؟ فهو هيجي يحكي لك قصة واخد بالك وانت تعمل ايه؟ يا اما تترجم الاول للترانزيشن دايجرام ومنه تجيب الترانزيشن ماتريكس. خلاص؟ ترانزيشن اللي هي قلنا عليه ايه؟ ستوكاستيك ماتريكس او البروبابيليتي ماتريكس. معايا يا شباب؟ اللي هي ايه بقى؟ ادي هيومن زومبي، ادي هيومن زومبي. هيومن هيومن كام؟ 8/10. و من زومبي لهيومن كام؟ 1/10. او الهيومن تحول لايه؟ الزومبي يروح للهيومن يبقى كام؟ 1/10. من زومبي لهيومن كام؟ من هيومن كام؟ 2/10. يفضل زومبي 9/10. على فكره بعض انا شفت بعض الفيديوز ما بيخليش الكولوم هو الواحد، بيخلي الرو، واخد بالك؟ في بعض وفي نعم هيومن هيومن لزومبي 2/10 1/10 يعني كان همشي كده يعني طيب 1/10 خلاص معايا يا شباب. طيب كان طب خلاص اجيب الترانسوز بتاعها اللي هو كام؟ ما هو الماتريكس والترانسوز حاجه واحده في الايجن فاليوز. خلي بالك ادي 2/10 وادي 1/10 ولا 9/10 مش هيفرق حاجه. المهم وفي ماتريسيز اخرى سواء جماعه الرو ساعه الكون او الرو برضو واحد، لكن المقياس الاساسي بتاع مين؟ الديفينيشن موجود بتاع الكون. لكن اقول لك انا شفت فيديوز من الفتره الاخيره دي كان بياخد على مين؟ على الروز. طيب يبقى ادي الترانزيشن ماتريكس الترانزيشن ديجرام ولا الترانزيشن ايه ماتريكس. انا هعمل دي على السنه الموجوده عندك هنا في الـ في, الـ في النوتس بتاعتك. خلاص. طيب اكيد اكيد واحد من الايجن فاليوز كام؟ واحد. والايجن فاليو الثانيه اقدر اجيبها من هنا. السم بتاع دول كام؟ 1/7. صح؟ هاخد منهم مين؟ يبقى الثانيه مين على طول؟ 7/10. يبقى الايجن فاليوز دول واحده بواحد والثانيه بكام؟ لما جيت اشرح معاك الجزء ده في المره الاولانيه انا اقنعتك ان الستيدي ستيت انت كل مره لو انت عاوز تجيب الستيت اللي جايه تقول لي همسك ترانزيشن ماتريكس دي واضربها في ان نود اطلع مين؟
لو عايز اجيب يعني مثلا بعد ساعة، لو عايز اجيب بعد ساعتين اقول لك امسك ان واحد وضربها في مين، او معنى اخر ايه سكوير دي مين ان نوت. لو عاوز بعد ان من الساعات هتقول لي ايه، او كي من الساعات، ان كي بكام، ايه باور كي في كام، ان نوت. وقلت لك عشان يحصل استقرار شيء طبيعي ان الاستيت ما تتغيرش، ما ده اسمه استقرار. ليه يعني الاستيت يبدأ بيها هي الاستيت ينتهي بيها؟ بمعنى لما الماتريكس اي في ان كي ماينس 1 المفروض هتدي مين؟ هتدي ان كي واحد جديد. لا، لما الماتريكس تضرب في سام فيكتور ان يطلع ان تاني، يبقى خلاص من ستيت هي نفس الستيت. خلاص وصلت لايه؟ لحالة المين؟ بنسميها ستيدي ستيت. بنسميها يا شباب، يبقى انا عشان اوصل للستيدي ستيت يبقى لازم ايه ان تساوي؟ الله، دي ايجن فاليو بروبلم، واللمدا بتاعتي بكام؟ بمعنى ايه؟ امسك بقى الماتريكس دي وهات الايجن فيكتور المناظر لمين؟ لامدا بكام؟ بواحد. لو تتذكر ترسمها معاك، لو تتذكر قلت لك ادي الستيت بتاعت البدايه 150 150، بعد ساعه خد الوضع ده، بعد ساعتين خد الوضع ده. قلت لك واضح ان عماله ايه تزيد، ان في منظر مؤلم كان ايه في الاخر كلهم هيبقوا ايه زومبي ومش هلاقي بني ادم، مش كده؟ لك لا، في حاله بقى هتجي ان حصل فيها استقرار. الحاله دي اللي اتفقنا تكون مين بقى؟ حالة مين؟ الايجن فاليو بروبلم اللي فيها اللمدا بكام؟ بواحد. وقلت لك هي هتطلع عشان هذه الحالة يطلع 100 و200. ما حد سأل في اللحظة دي جبتهم منين؟ ال 100 وال200 دول. وانت نجمت؟ جبت دي منين؟ لا، انا جبت الايجن فيكتور. طب تعالى اوريك بقى مفاجأة هنا صغيرة. تعالى نجيب الايجن فيكتور سوا. ينظر اللمدا بكام؟ بواحد. طب تعالى. احنا اتفقنا 8 من 10، الترانزيشن ماتريكس كابيتال تي كابيتال اي، سميها زي ما تسميها، 8 من 10 بالراحة بالراحة. ايه في ايه؟ 2 من 10، 1 من 10، 9 من 10، صح يا شباب؟ 4 لامدا فور لامدا بتساوي 1. يبقى عندي مين يا شباب؟ A ماينس مين؟ لامدا I، واللامدا بكام؟ يبقى ماينس I في U1 بتساوي 0. يعني هشيل من هنا واحد، هشيل من هنا واحد، يديني كام في الآخر؟ ماينس 0.2 ماينس 0.9 0.2 0.9، صح يا شباب؟ في U1 ده يساوي يا شباب بسيطة، هجمع دل ده هيديني على طول زيرو. مش انا حذرتك اكتر من مرة قلت لك ما تمتحنش وانت مرهق؟ مش قلت لك كده؟ اديك شايف الارهاق بيعمل ايه. يبقى هنا كام؟
حاجة بسيطة قدامك اهي. مهما كان مهما كان امكانياتك مدام مرهق مش هتؤدي لحاجة بصورة صحيحة. خلي بالك. طيب يا شباب. فببساطة هعمل ايه؟ هجمع. هيديني ايه يا شباب؟ ها؟ صفر صفر صح؟ هضرب الصفر ده في 10 واقسم على 2 هيديني 1.5 او ناقص نص. صح كده؟ في مين يا شباب؟ في 1 صح؟ يبقى يو 1 بتاعك بكام؟ ها؟ سي 1 ماينس وماينس 1 صح؟ بيساوي كام؟ هضرب في ناقص 2 يبقى عندي 1.2 صح يا شباب؟ الله. امال فين ال 100 اللي كنت جايبه، ال 200 اللي انت كنت جايبهم دلوقتي حالا؟ نعم. فين ال 100 وال 200 اللي عندك دول؟ فين؟ ده الايجن فيكتور كام؟ اقول لك لا تعالى بقى. مجموع دول كام؟ مجموع دول كام؟ 3 خلاص؟ مجموع دول كام؟ 3 يبقى دي البروبابيليتي ان يفضل في الاخر هيومن بينج 1/3 والبروبابيليتي ان يطلع زومبي 2/3. كان عندي البوبوليشن الاولاني كان كام؟ 300. يعني في حاله الاستقرار متوقع ان ثلثه يكون بني ادمين والثلثين متحولين. خلاص؟ معايا يا شباب؟ يبقى ليس بالضروره مباشره ان الايجن فيكتور يديك الاستيت بالظبط كام. لكن في جميع الاحوال هيديك احتمال ان يطلع ده ايه وده يطلع ايه من الرقم الموجود عندك هنا. نعم. هو ده كده مش معتمد على الانيشال ستيت؟ فين؟ ما بيعتمدش على الانيشال ستيت. يعني الستيت ستيت لا تعتمد على الانيشال ستيت اللي احنا بنقول عليه. لا الكوميونتي اللي عندي في الاصل التجمع ده والناس دي تيجي منين؟ إيه؟ بتيجي من الاصل كل حتى المتحول ده ما جاي من الاصل. حتى لما من شويه كتبت لك ايه؟ اي كي في في ان نعم. اتفضل اتفضل اتفضل. احنا قلنا اي في ان نوت يديك مين؟ يبقى ان واحد جايه من مين؟ طيب ان اتنين ها؟ ان واحد خلاص؟ بس ايه اللي هي اي سكوير دي مين؟ ان نوت. حاله الاستقرار اللي هي ان كي عبارة عن A باور K مين N K برضو. خلاص؟ ماشي؟ البوبوليشن ده اللي جاي من N K ناقص 1 جاي من N K ناقص 2 جاي من مين؟ يبقى البريدكشن بتاعي جاي من البوبوليشن الأصلي. N 1 جاي من النوت، N 2 جاي من النوت، من N نوت، N K برضو جاي من N نوت. كل واحد اصله كان مين؟ ان نوت. يبقى انا لما اجي اقول لك احتمال الحاله بتاعت الاستقرار كذا من مين؟ لا من مجموع عناصر ان نوت. لو ما كان البوبليشن الاصلي اللي عندي. قصدي مش هتفرق النسبه؟ نعم؟ مش هتفرق النسبه؟ يعني لو كان في الاول في جرين زومبي 100 واحد وهكذا مش هتفرق؟ 1/2 دي بنسميها واحد الى اتنين ليها اسم. لحظة واحدة.
بص يا ابني، اتنين الى خمسة ليها اسم انا مش فاكره، و مش دي ريشيو، دي ريشيو. لما اجي اكتب لك دي اتنين على سبعة ودي خمسة على سبعة، دي لها اسم انا مش مذكر الاسم ده، مش مذكر الاسم ده، لكن دي اتنين الى خمسة نسبة كذا الى كذا، ايه الى بي. عندي محلول وحط فيه صولت، او محلول مكون من مادتين، محلول مكون من ايه؟ من مادتين، واحدة تمثل تلات اجزاء والتانية تمثل خمس اجزاء، يبقى النسبة بينهم كام؟ تلاتة الى خمسة. لكن واحدة تلاتة من المحلول كله والتانية خمسة من المحلول كله، تلاتة على التمانية وخمسة على التمانية، انت معايا؟ يبقى كمية لكمية تلاتة وخمسة، لكن من الـ من الـ من البوبوليشن بتاعك من المحلول كله كام؟ تلاتة خمس وكذا. يبقى نسبة البني ادمين الى السلام تلاتة لاتنين، لكن احتمال الاقي بني ادم من هذا الوسط اتنين على تلاتة، اتنين على خمسة كام؟ لا، واحد الى اتنين نسبة وجود سليم الى مريض، نسبة وجود سليم الى، لكن احتمال الاقي سليم تلت، وقتها مريض تلتين. يبقى الايجن فيكتور بيديك كم ده الى كم ده، ومنه اقدر تقول لك احتمال ده كام واحتمال ده كام. خدت بالك يا حبيبي؟ فهمت قصدي؟ بعد شوية الاقي مثلا كده 3 5 12 ده الايجن فيكتور. طب فين البروبابيلتي بقى؟ 3 على كام؟ على 20، و5 على، و12 على 20. بس خلاص. فهمت يا حبيبي؟ طيب. تعال نشوف مثال تاني. تفضلي 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 تفضلي. تعال شوف المثال ده. عندك مدينة وعندك ضواحي. عندي مدينة وعندي يا شباب ضواحي. في الأصل خالص كان عندي 100,000 شخص، خلاص، وكل بيعيشوا فين؟ في مدينة، و 25,000 موجودين فين؟ في الضواحي دي، ماشي؟ بيقول لي هنا ايه؟ بيحصل انتقال من مدينة الضواحي، من الضواحي لمين؟ المدينة، شيء طبيعي بيسموها هجرة داخلية، معايا؟ طيب مديني هو الاد ترانزيشن او الترانزيشن ماتريكس بالصوره دي. لما اراه كده افهم ايه؟ ها؟ ليفضل موجود ها في المدينه سيتي واسمها سبوربر اللي هي الضاحيه. اللي يفضل في السيتي في المدينه كام؟ 95. واللي يروح من المدينه للضواحي كام؟ اللي يفضل اللي يروح من الضحية للمدينة كام؟ واللي يفضل في الضحية كام؟ طيب فهو عاوز يقول لي حالة الاستقرار هتكون شكلها ايه؟ خلاص؟ نفس الكلام، مناظرة للايجن فيكتور بكام؟ هات لي كده الايجن فيكتور بواحد، شوف هيطلع كام؟ قول لي كده اشتغل، انا اعمله وانت اعمله، قول لي عليه في الاخر كام؟
خلاص يا شباب، طلع معاك كده؟ طلع معاك كده؟ النسبة كام؟ يبقى الأجزاء كام؟ بس الناس الاسم هنا، يبقى أنا فاكر دي رش، بس الناس الاسم هنا كانت بيتقال ليها اسم مسمى، دي ليها مسمى. معايا يا شباب؟ زي زي إيه؟ الميراث. الرجل والمرأة اتنين ليه؟ يبقى لو في ثروة تورث بين أخ وأخت اتنين بس، نسبة الرجل نسبة الأخ للأخت كام؟ بس الأخ هياخد تلتين، الأخت هياخد تلت. نعم؟ مش متذكر. خلاص؟ معايا يا شباب؟ يبقى شوف اتنين ليه؟ أي تلاتة لخمسة، بس ده كام بقى؟ 3 على كام؟ وده كام؟ 5 على 8. خدت بالك؟ دي بقى ايه؟ دي بروبابيلتي، يعني 395 من 1000. معايا يا شباب؟ جبتها منين؟ تم 195 من 1000، تم في 3 395 من 1000، يبقى دي كام؟ 625 من 1000، صح؟ كان في الاصل عندي السكان كلهم كام؟ 100,000 هنا و 25,000 هنا، يبقى الكل كان كام؟ زي ال 100 سليم، زي ال 150 سليم وال 150 مريض، يبقى العدد الكلي للبوبوليشن كام؟ يبقى لو عاوز اعرف حاله الاستقرار هيبقى هنا في كام وهنا في كام؟ خلاص؟ معايا يا شباب؟ طب سؤال، هي اللي انت عمال تحل معادله كده وخلاص؟ لا، الناس بقى اللي بتفهم نبي التخطيط العمراني يقول ايه؟ حالة الاستقرار مفروض تبقى كام وكام؟ اتفقنا كام؟ 3 على 8 في 125,000، وهنا كذا، صح؟ فيقول يبقى المفروض لما يبقى انا في حالة استقرار فيه كده يبقى المفروض نعمل خدمات على قد الناس دول، او ما تقلش عن العدد ده، صح؟ مش هعمل خدمات وافاجئ بعد كده الا المايه مكافيه ولا الغاز مكافي ولا كذا. فهو لما بيعمل دي مش بيستنى لما تواجه المشكله، وعارف السعه القصوى عنده خلاص، او حد صغير كذا وخلاص، يقول لك لا مفيش حد يجي تاني، اقفل. ليه؟ مش هيلك خدمه، انت فاهم؟ يبقى هو بيعمل دي ليه؟ عشان يقدر يخطط هو هيعمل ايه في الفتره اللي جايه، انت فاهم معايا؟ مثل ممر مائي، مثل يعني مخطط هو من الاول، هو عمال سنه ورا سنه بيزيد عدد السفن. المفروض في الوضع اللي انا فيه ده حاله الاستقرار كام؟ يعني بالتالي ما يصحش يمر في الايه؟ في الممر بتاعي ده اكتر من كام؟ كذا سفينه. ما اجيش انا بقول له ايه بقى؟ انا هخفض لك السعر علشان اشجعه يجي، مش هتلاقي لي خدمات تعملها له. أمر غريب صحيح، أنت عندك عدد معين من المرشدين، أنت المفروض القافلة يكون فيها كذا سفينة، القافلة اللي رايحة والقافلة اللي جاية. تسمع حاجة زي كده؟ ما بتمشيش كده، المركبة ما بتعيش لوحدها، لازم ليها مرشد. كل سفينة عليها مرشد أو بيشدها، تلاقي كده في لانش قدام كده، هو اللي ماشي قدامها يرشدها تمشي إزاي. ليه؟ ما يقدرش يسيبها على ماشي على كيفها، لأن بيحصل تموجات. التموجات دي بتأثر على التبطين بتاع اليمين، التبطين بتاع الايه؟
الشمال. فلو زادت حركة الموج دي تسبب ان الرملة او بتاع ده يجرى له يعمل ايه؟ ينزل زيادة. انت فاهم؟ يعني بيبقى في سرعة محددة كمان، ما يقدرش يمشي على كيفه، فلازم يجيب له مرشد يقول له في في الفترة دي او في المكان ده تمشي بسرعة كذا، عشان لا تأثرش على ايه؟ على سير الناس اللي دي. ما تجيش تسبق لواحد، لما تجري هتسبق واحد فين؟ هو في مكان ده بالعافية. في بعض الأماكن تمشي في اتجاه واحد، وبعض الأماكن في اتجاهين، خلي بالك. طب في المكان اللي فيه اتجاهين يا شباب؟ في قناة السويس فين المكان اللي فيه اتجاهين؟ البحيرات، بحيرات المرة. انتوا عايشين فين يا حبايبي؟ تعرفش عن قناة السويس بتاعتك؟ ها؟ طيب.